اخر اصابه في منطقه الميتاكاربال او الميتاتارساليوم الترماتيك دايفيجن للنودز ديجيتال فليكسور تندونز، زي ما كان الاكستنسورز اللي هو اللونج ديجيتال اكستنسور واللاترال ديجيتال اكستنسور ورا والكومن اند لاترال ديجيتال اكستنسور قدام يحصل فيهم تروماتيك دايفيجن، نفس الحدوته دي ممكن تحصل في الفليكسورز. الفليكسورز يحصل فيهم تروماتيك دايفيجن. الدايفيجن ده ممكن او الجقع ده ممكن يحصل في الفليكسور تندونز سواء في القائمه الاماميه او القائمه الخلفيه. والصعوبه اللي بتجاب لك ان انت مش بس تخيط التندون، لا ده انت تحافظ على السطح بتاع الجلايدنج سيرفيس يبقى سموكس، ما يحصلش فيه كميه كبيره من السكار تيشو ويحصل اديجن للتندون. الاسباب يا اما الكاتنج واير اللي اتكلمنا عليها اللي هو السلك بتاع جش الرز اللي بيترمي في الارض والحيوان ياخده في رجليه وهو ماشي، او الاوفر ستريتشنج للفليكسور تندونز، يحصل اوفر ستريتشنج نتيجه اوفر اكستنشن للفيتلوك جوينت. الاعراض اللي هتشوفها على الحيوان هتلاقي فيه جرح، والجرح ده طبعا ممكن يكون ريسنت ووند او يكون اولد ووند وعلى حسب الفتره اللي عدت. يبدا يحصل انفكشن، مع الانفكشن ده بيبدا يحصل سابيوريشن للتندون وده هيخلي الحاله هتبقى اسوا. كميه الفايبروس تيشو اللي هتتكون او السكار تيشو اللي هتتكون مع السابيوريشن هتبقى عاليه، هتخلي السطح بتاع التندون مش سموث، هتخلي فرصه الادهيجن هتبقى عاليه، هيبقى فيه سيفير ليمنس، هيبقى فيه عرض شديد للحيوان. على حسب التندون او الليجامنت اللي اتقطع شكل القائمه في الوقفه بيتغير. اذا كان القطع في السوبرفيشال فليكسور تندون بس، بص كده بالصوره دي على الشمال، القطع في السوبرفيشال فليكسور تندون بس، اللي بيحصل هنا ان الفيتلوك بيجرب من الارض لكن ما بيلمسش الارض، والكعب والمشط بيفضلوا ماليين في الارض، يعني الحيوان بيفضل مالي رجله في الارض، الكعب والتو الاتنين في الارض، لكن الفيتلوك بيجرب من الارض شويه. لو خد مع السوبرفيشال كمان الديب فليكسور تندون فهنا الفيتلوك هيجرب اكتر من الارض، والكعب بس اللي هيبقى في الارض بينما المشط بتاع الرجل هيبقى مرفوع عن الارض، يبقى الحيوان بيرفع التو وينزل الهيل، الكعب يملى في الارض انما المشط هيبقى مرفوع في الهواء والفيتلوك هيجرب من الارض. اذا خد كمان معاه السسبنسور ليجامنت اخر صوره على اليمين، هنا بقى الفيتلوك هيريح على الارض، يعني الفيتلوك هيبقى نايم على الارض، بس مش زي لما حصل في الاكستنسورز والحيوان كان عامل فورسنج للانتيريور اسبكت او الانتيريور سيرفيس بتاع الفيتلوك جوينت في الارض، لا ده هيعمل فورسنج في الارض للبوستيريور اسبكت بتاع الفيتلوك جوينت، يعني البروكسيمال سامودين بون هيبقوا نايمين على الارض. طب والحافر وضعه ايه؟ الحافر هيبقى كان الحيوان حاطط رجله في وش اللي قدامه، يعني الكعب والتو الاثنين في الهواء، السول هيبقى مواجه للشارع. التشخيص من الهيستوري والكلينيكال ساينس والكلينيكال اكزامينيشن، وممكن نعمل فيلم سونار لو كانت بلانت روما عامله لاسيريشن للتندون. العلاج اذا كانت القصه لاسيريشن، احنا اتفقنا قبل كده ان في فرق ما بين اللاسيريشن والكاتنج. كاتنج يعني فيه طرفين للجرح تقدر تخيطهم في بعض، انما لاسيريشن ده بيبقى عامل زي الحزمه بتاعه الجرجير، مسكتها ولفيتها وعصرتها وقطعتها مفيش طرفين تعرف تركبهم على بعض تاني، مفيش فرصه ان انت تخيط، خاصه ان الخياطه في التندون زي ما اخذنا السنه اللي فاتت في السوتشر باترن من الحاجات الصعبه ان انت تعملها ده لما يبقى كاتنج، فما بالك كمان لما يبقى لاسيريتد. فاذا كان القطع لاسيريتد ووند في السوبرفيشال اند ديب فليكسور تندون الاثنين مع بعض، في الحاله دي بنضطر ان احنا نعمل اوثانزيا ونعدم الحيوان. اذا كانت المشكله في السوبرفيشال فليكسور تندون والجرح ده لسه فريش ووند يعني ريسنت ووند، يبقى في الحاله دي بنبدا نخيط، نعمل ابلكيشن للوكال انتيبيوتيك ولوكال انتي انفلاماتوري على التندون والتندون شيس علشان نقلل فرصه الادهيجن، وبعد كده نبدا نعمل كاست زي الصوره اللي انت شايفها على اليمين دي. بس واحنا بنعمل الكاست نعمل سلايت فليكشن للفيتلوك جوينت، يعني نخلي الفيتلوك جوينت يبقى متني شويه عشان ندي فرصه للطرفين بتوع الجرح بتوع التندون يقربوا من بعض ويحصل هيلينج بشكل مظبوط. الكلام ده بنسيبه لمده 6 اسابيع يعني شهر ونص الكاست، بعد الشهر ونص بنفك الكاست ده بنفك الجبسونه ونبدا نعمل باندج. بس مع الباندج بنعمل حاجه اسمها فيتلوك سبورتنج شو، اللي هو ايه؟ اللي هي الصوره اللي على الشمال.
بنعمل البندج ونركب حدوة، الحدوة يبقى لها تريلر راكب عليه صامولتين، كل صامولة يركب فيها بار حديد، عمود حديد، وبعدين ما بين عمودين الحديد دول نشد لفة شاش علشان تبقى زي حيطة واقفة ورا الفيتلوك جوينت، تمنع ان الفيتلوك جوينت يحصل له دروبنج. احنا اتفقنا سواء سوبرفيشيال او دي او سسبنسوري، اي قطع فيهم الفيتلوك جوينت بيجرب من الارض، فده عشان ما يخليش الفيتلوك يجرب من الارض وما يعملش تحميل على التندون اللي حصل له. اذا كانوا الاثنين سوبرفيشال اند ديب فليكسور تندون ومعاهم او مش معاهم الانفيرير شيك ليجامنت، في الحاله دي بنبدا نخيط التندون اللي اتقطع، خيط السسبنسوري ليجامنت اللي اتقطع، وبعدين نعمل كاست لمده 6 اسابيع بنفس المنظر بتاع الكاست اللي في الصوره على اليمين فوق هنا، وبعد كده نعمل فيتلوك سبورتنج باندج، ده بنستخدمه لمده 4 شهور، بعد منه بنركب حدوه ليها شفه تريلر حوالي 6 سنتي اللي هي الصورة اللي في النص. يبقى احنا هنفك العمودين الحديد الاتنين بار اللي كنا شادين ما بينهم شبكة عاملة زي حيطة بتسند الفتلوك من ورا، ونسيب التريلر ده فترة على اساس ان ما يديش فرصة للحيوان ان هو ينزل الفتلوك. اول ما الرجل تنزل في الارض يروح نازل على السن بتاع التريلر، يجلب الرجل لقدام ما يخليش الفتلوك يريح لورا.